وللحديث أكثر عن الملف معنا عبر سكايب الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور غازي في حصاد الرشيد. بداية، هناك أنباء متضاربة وروايات مختلفة حول الضربات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، وهل فند حزب الله الهجوم بالفعل؟ ماذا عن استعدادات إسرائيل؟ تفضل دكتور. شكرا جزيلا. من المؤكد أن إسرائيل منذ 7 أكتوبر وخلال محطات الحرب المختلفة والهجمات المختلفة من قبل حماس وحلفاء حماس في محور المقاومة عززت من قدراتها الدفاعية، يعني مسألة منظومات القبب الصاروخية، المضادات، أيضا الأسلحة الحديثة اللي دخلت إلى إسرائيل. لا ننسى أيضا الوجود الدولي الكبير الواسع، اليوم هناك أكثر من 3 حاملات طائرات عملاق للولايات المتحدة الأمريكية مع البوارج اللي ترافقها والفرقاطات، أيضا هناك ثلث المارينز الأمريكي في المتوسط والخليج، هناك أكثر من 30,000 جندي أمريكي ينتشرون في قواعد الأمريكية في الشرق الأوسط اللي تجاوز عددها 45 قاعدة عسكرية أمريكية. هناك البي 52، هناك البي 1، هناك الاف 16، هناك الاف 35، هناك الاف 14. إذن هذه القوة الضاربة، إضافة للغواصة النووية، هذه القوة الضاربة هدفها وعامل تعزيز عامل الردع للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ولضمان عدم حدوث هجوم مدمر بالنسبة إلى إسرائيل. ونتذكر الفشل الكبير اللي لحق بالهجوم الإيراني الأول لأكثر من 335 صاروخ، لم يصل إلى هدفه ولم يتحقق هذا الهدف سوى صاروخ واحد. اليوم نفس الشيء، يعني هناك أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا نحو أهداف مختلفة أعلن عنها حزب الله، إضافة إلى الطائرات المسيرة. عملياً أعلنت إسرائيل أن هذه الصواريخ لم تحقق أي من أهدافها. بالنسبة لنا كمراقبين، يعني لم نرى أي تدمير لأي هدف إسرائيلي فعل هذه الصواريخ، وبنفس الوقت أيضاً الطائرات المقاتلة القاذفة الإسرائيلية قصفت في الجنوب مناطق مهمة حيوية. استبعد حزب الله استهداف مدنيين لكي لا تستهدف إسرائيل مدنيين في لبنان، لكن ما زال الموضوع شكل تهديد خطير للأمن الاجتماعي، الأمن الإنساني في لبنان كما على صعيد المنطقة. وهذه الفلسفة الجديدة اللي سمعناها من نصر الله أن كل مقاومة سترد على طريقتها الخاصة، يعني المقاومة اللبنانية، المقاومة العراقية، المقاومة السورية، اليمنية، كل وحدة اليوم، يعني هذا الحديث يتناقض مع وحدة المقاومة بعمل مشترك لهذه المقاومة ضد إسرائيل. كل وحدة من هذه المقاومات سوف تقوم بأنشطتها العسكرية وفق تقديراتها الذاتية. نعم دكتور، يعني بالرغم من وجود هذه الردود بين حزب الله وبين إسرائيل عفوا، لكن لا وجود لإحصائيات أو أهداف محددة مهمة للضربات التي شنت من قبل الجانبين، ما الغاية من هذه الأهداف برأيك دكتور؟ يعني أكيد بالنسبة لحزب الله يجب أن يرد لقتل واحد من أبرز قياداته، تم اغتياله في الضاحية يعني قبل شهر تقريبا، وأعلنت أنها سترد. هذا الرد هو جزء من الوفاء بالتعهد بأنها سترد، وكذلك على اغتيال هنية في طهران. لكن في نفس الوقت يعني بفعل الردع الشامل اللي اليوم ينتشر للقوات البحرية الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية حتى وغيرها، هذا الردع الشامل لا يستطيع حزب الله الذهاب إلى أبعد من الخطوط الحمر، مع أنه أعلن بأنه قام بتدمير عدد الصواريخ كبير 320، لكن النتائج يبدو محدودة جدا. وإسرائيل أعلنت بوضوح أن أي من أهداف هذه الصواريخ لم يتحقق. في نفس الوقت لاحظنا أن هناك أفلام وفيديوهات لأهداف حققتها الطائرات المقاتلة الـ F-16 والـ F-35 وغيرها،
في جنوب لبنان، وهناك دمار في هذا الجنوب بدا يرتفع في تقديراته الى 10 مليارات دولار، وهذا يشكل كارثه بالنسبه للفلاحين اللبنانيين والمصانع والحياه المدنيه وغيرها. الامور لم تتضح من حيث النتيجه، لكن قد تظهر بعض التقارير من مؤسسات محايده، مراكز للبحوث امريكيه سويديه اوروبيه تكشف عن حقيقه ما حدث بالتفصيل. نعم دكتور، ذكرت من خلال كلامك سيكون الرد مختلف بحسب ما جاء على بيان نصر الله، بأن الرد سيكون مختلف سواء كان بجبهة لبنان أو غير هذه الجبهة. برأيك هل نستطيع أن نقول أن الرد اللبناني اليوم، الرد اللبناني انتهى؟ وماذا بعد أحداث اليوم؟ هل ستستمر الهجمات بهذا الشكل وعلى هذا المستوى بين الجانبين أم ماذا؟ نعم، يعني هذا أيضا محزن، يعني لا يمكن لحرب أن تستمر اليوم أكثر من 9 أشهر إلى 10 أشهر، رح يكون رح ندخل بالشهر العاشر ونقترب من أكتوبر القادم من سنة كاملة على هذه الحرب، والنتائج المتحققة تدمير شامل لغزة، للبنية التحتية، للشعب الفلسطيني، للضفة، للقدس، الخسائر كبيرة فادحة، يعني لا يمكن تخيلها، و تتجاوز حتى 20 مليار دولار منذ أشهر على صعيد غزة البنية التحتية، إضافة لخسائر حتى إسرائيل اللي تتجاوز 60 مليار دولار على الصعيد الاقتصادي. لكن بالنهاية حتى الآن لا يوجد منتصر في هذه الحرب، الكل قدم خسائر فادحة، يعني اليمن في قصف الحديدة كانت هناك خسائر فادحة، إضافة لقصف الصواريخ، قصف مراكز السيطرة، القيادة في اليمن، قصف الطائرات المسيرة لليمنيين وغيرها، كل هذا خسائر للمقاومة اليمنية. أيضا بالنسبة للمقاومة اللبنانية هناك خسائر كارثية على صعيد القيادات، أكثر من 50% من قيادات حزب الله تم تصفيتها، وتم تصفية قيادات بارزة مهمة، تم تصفية وتدمير مخازن الأسلحة الاستراتيجية في البقاع قبل أيام، وفي كل مكان نلاحظ هناك قصف لمواقع المخازن الأسلحة الاستراتيجية، المقرات، القيادة، السيطرة، ممكن تكون الأنفاق الهدف القادم بالنسبة لإسرائيل، الأنفاق الموجودة في لبنان. الحرب يعني أيضا حتى القصف الإسرائيلي أول أمس أو قبل يومين في حمص وحما أيضا استهدف مقرات لحزب الله في سوريا، وأيضا باستمرار تستهدف إسرائيل مقرات لحزب الله حتى في سوريا، وهو يستهدف الجولان. إذا هناك خسائر لكلا الطرفين، لكن لا ننسى أن التفوق الإلكتروني العسكري لإسرائيل لا يمكن مقارنته بالقدرات الصاروخية، يعني لا يمكن وضع صاروخ كاتيوشا اللي أطلقه حزب الله اليوم تكنولوجيا أمام القدرات الصاروخية المتطورة لدى إسرائيل، أو القدرات الصاروخية الموجودة على حاملات الطائرات لينكولن وأيزنهاور وغيرها من البوارج العملاق الموجودة، أو الأسطول السادس الموجود في البحر المتوسط، أو الأسطول الخامس الأمريكي الموجود في الخليج العربي. نعم دكتور، يعني برأيك إذا تسمح لي دكتور، في حال بقيت هذه المناوشات أو الردود العسكرية بين إسرائيل وحزب الله ووضع الجنوب اللبناني في ضمن دائرة الخطر، هل تتوقع الفصائل العراقية ستشترك بهذه العملية، وهناك يعني صلة وثيقة بين حزب الله وباقي الفصائل العراقية الأخرى؟ تفضل. نعم، يعني احنا ننتظر الفكره اللي طرحها السيد نصر الله، انه معناها احنا انفردنا بهذه العمليه حتى يجنب ايران مسؤوليه ويجنب الفصائل المقاومه الاخرى مسؤوليه، ويتحمل هو المسؤوليه وحده امام اسرائيل. بالمقابل عبر هذا التصريح معنى ذلك ان لايران رد، وللفصائل العراقيه رد، والفصائل السوريه رد، وهكذا. اذا هل سيكون هناك فعلا رد، وهل الرد سيكون مجرد رد رمزي، يعني ما قيمة إطلاق طائرة مسيرة على موقع من المواقع في داخل إسرائيل من قبل الفصائل العراقية مثل ما شفنا خلال الأشهر الماضية، ولا تحقق أي تدمير لهذه الأهداف اللي تستهدفها؟ يعني مجرد دعاية أنه إحنا قصفنا، أطلقنا طائرة مسيرة، وزارة الدفاع
أفلام مؤسسة إيلات، وهكذا عمليا لا توجد خسائر عسكرية أو خسائر للبنية التحتية في هذه المناطق. إذن هذه العمليات مجرد دعاية أكثر مما هي فعل عسكري يؤدي إلى تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر أو يحقق هزيمة إسرائيل. إذن تستمر مناوشات، ومثل ما اليوم حتى نصر الله أشار أنه إحنا ما زلنا ضمن خطوط الاشتباك. نعم. يعني الضربة مقابل ضربة، الضربة نعم. مقابل ضربة، وهذا معناها لن يكون هناك منتصر أو مهزوم، وبالتالي سنذهب بعد أشهر من الدماء والدمار إلى أيضا اتفاق وتوافق وعقد نعم. اتفاق وصلت الفكرة دكتور. وينتهي الموضوع. تحياتي. نعم، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، شكرا على هذه المداخلة في حصاد رشيد. حياك الله، يا مرحبا.